بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شباب النهاردة هنتكلم على الكوانتم جيتس. المحاضرات اللي فاتت أفكركم احنا اتكلمنا على الكيوبيتس، واتكلمنا على الانر برودكت وعلى الاوتر برودكت، كنا اتفقنا كده ان الانر برودكت ده بيقيس السيميلاريتي بتوين الكيوبيتس. الاوتر برودكت ده كان بيطلع منه اوبريتور على حسب الانبوت والاوتبوت اللي احنا عايزينه من الاوبريتور. واتكلمنا على الكوانتم ميجرمنت، واتكلمنا على الانتانجلمنت، من اخر حاجه اتكلمنا عليها اللي هي النو كلونينج ثيوري، مش كده؟ طيب النهارده عايزين نتكلم على كوانتم جيت. كده انا دلوقتي عندي كوانتم داتا اللي هي شكل الكيوبيتس، عايز ابدا اعمل عليها اوبريشنز، ابدا اعمل عليها بروسيسنج. فاحنا اتفقنا ان الكيوبيت الشكل الاساسي بتاعه اللي هو سوبر بوزيشن، اللي هو في الاخر بيتحول الى شكل فيكتور، طبعا بشرط ان a سكوير بلس b سكوير تبقى ايكوال 1. طيب سيادتك دلوقتي عايز تعمل بروسيسنج على الفيكتور ده، عشان احول من فيكتور لفيكتور اخر زي ما اتفقنا انا لازم استخدم ماتريكس. الماتريكس دي اللي احنا هنسميها الكوانتم جيت. يبقى الكوانتم جيت هي في الأساس بس مش أي ماتريكس تنفع عندنا في الكوانتم كومبيوتينج، لازم الماتريكس دي تبقى يونيتري ماتريكس. يعني ايه كلمة يونيتري ماتريكس؟ لو انا عندي جيفن ماتريكس يو، عشان اقول ان الماتريكس دي تبقى يونيتري ماتريكس لازم تحقق لي هذا الشرط، ان الكومبلكس كونجكت ترانسبوز بتاع الماتريكس بيساوي الانفرس بتاعها، وبالتالي ان اليو يو هيرميشن ايكوال يو هيرميشن يو ايكوال الايدنتيتي. ده بيحافظ لي على شرط الريفرسيبيليتي اللي هو شرط اساسي في الكوانتم كومبيوتينج. طيب الاوبريتور ده اللي بنسميه الكومبلكس كونجكت ترانسبوز. يعني سيادتك لو عندك اني ماتريكس، الماتريكس دي فيها سم كومبلكس نمبرز 2 مثلا زائد 3 اي، 5 ناقص 2 اي، 7 زائد 4 اي، 3 ناقص 6 اي. عشان سيادتك تحسب الهرميشن الكومبلكس كونجكت ترانسبوز بتاعها، فانت سيادتك بتجيب الرو كولوم والكولوم رو وبتجيب الكونجكت للكومبلكس نمبرز دي، وبالتالي دي هتبقى 2 ناقص 3 اي، 5 زائد 2 اي، 7 ناقص 4 اي، و3 زائد 6 اي. لما الماتريكس امتى تبقى يونيتري؟ لو سيادتك ضربت في ده في ده يطلع لك الايدنتيتي ماتريكس. طيب عايزين نفرق ما بين كذا حاجه هنا. انت دلوقتي سيادتك احنا هنمثل كده الكيوبيت از واير. انا دلوقتي عندي كوانتم داتا، الكوانتم داتا دي المفروض ان انا هاثر عليها باوبريتور فهيطلع لي انذر كوانتم داتا. فده اتفقنا ده الانبوت وده الاوتبوت، تمام؟ وبالتالي الاوبريشن دي لو عايز امثلها ماثيماتيكالي دي كده احنا هنسميها كوانتم سيركت. ده الانبوت ستيت، ده الاوتبوت ستيت، وده الجيت اللي هتعمل لي الاوبريشن دي. احنا كنا اتفقنا ان يو 1 انا اقدر امثلها على شكل اوتر برودكت. ازاي؟ ان احنا عايزين نحط الاوتبوت والانبوت، وده كان شكل الايه؟ ده كان شكل الاوتر برودكت، او كمان شويه هنعرف ان اسمه حاجه اسمها الدياجونال ريبريزنتيشن، وده هنشوف ازاي بنكونه. طيب ايه اللي هيحصل لو انا عايز اعمل سيكونس اوف جيتس؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي مثلا سم انبوت وعايز اطبق الاول يو 1 وبعدها بشويه عايز اطبق يو 2
وهكذا، عايز اطبق سيكونس اوف جيتس. فدي بنحسبها ازاي ماثيماتيكالي؟ ولا حاجه، انت سيادتك عندك هنا فيكتور وعندك هنا فيكتور وفي عندك سيكونس اوف ماتريسيز، وبالتالي عشان سيادتك تحسب الاوتبوت فيكتور سيادتك هتقول لي الاتي: الاول عندي الانبوت فيكتور، اول حاجه هضرب هذا الفيكتور في الماتريكس سي 1، ثم هضرب هذا الناتج اللي هيطلع هضربه في يو 2، وبالتالي الشكل بعمل كده: ان يو 1 اتضرب في فيكتور، الناتج ده طلع فيكتور جديد، هضرب الفيكتور الجديد في يو 2 هيطلع لي الفيكتور النهائي اللي هو ابساي داش. وبالتالي لو انا عندي سيكونس اوف جيتس بالشكل ده فانا بضربهم، بستخدم مالتيبليكيشن عشان اكومباين الايفكت بتاعهم على الكيوبيتس. خدوا بالكم بقى من حاجه، ايه اللي هيحصل لو انا عندي اكتر من واير وعايز اطبق عليهم اوبريشن؟ يعني احنا دلوقتي عايزين نفكر ازاي اتعامل مع السيستم، لو انا عندي كوانتم سيستم ازاي اعمل عليه بروسيسنج. زي ما كنا عملنا في الكيوبيتس، لو نفتكر كده ان انا لما كان عندي كيوبيت مثلا ابساي 1 وكان عندي كيوبيت ابساي 2، وقلت لك لا انا مش عايز اشتغل على سنجل كيوبيت، يعني مش عايز السيستم اللي بيريبريزنت الواير ده لوحده وريبريزنت الواير ده لوحده، انا كنت عايز سيستم بيمثل الايكويشن بتمثل السيستم كله. وبالتالي اتفقنا ان احنا عندنا اوبريشن اسمها التنسور برودكت دي بتمثل السيستم كله. طيب انا دلوقتي عايز اشوف خلاص دي كده الكوانتم داتا عندي، طيب ايه اللي هيحصل لو انا عايز نفس العملية دي بس على الاوبريتورز؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي ابساي 1 وعندي ابساي 2 وعايز اطبق على ابساي 1 اوبريتور يو 1 وعايز اطبق على ابساي 2 اوبريتور يو 2، فانا دلوقتي عايز الايكويشن اللي توصف السيستم كله، يعني مش عايز الاوبريشن اللي حصلت على ابساي 1 الاوبريشن اللي حصلت على ابساي 2. خلاص طالما انا بتعامل مع كوانتم سيستم انا بتعامل مع السيستم كله على بعضه، مش بتعامل مع انديفيديوال كيوبيت، فانا دلوقتي عايز ايه شكل الاوبريشن اللي اتطبقت على السيستم كله. بنفس الشكل زي ما كنا بنستخدم التنسور برودكت علشان اكومباين الكيوبيتس، في كمان عندنا تنسور برودكت متعرف على الاوبريتور. ايه شكل ده؟ يبقى اليو هنا اللي هو بيمثل الاوبريشن على السيستم كله، دي هتبقى عبارة عن يو 1 تنسور برودكت يو 2. احسبها ازاي دي؟ احنا عارفين ازاي نحسب التنسور برودكت بتاع الكيوبيتس، لكن ازاي اعمل التنسور برودكت بتاع الكوانتم جيتس؟ تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض. لو انت سيادتك عندك يو 1 عبارة عن ماتريكس مثلا A1 A2 A3 A4 وعندك another matrix U2 عبارة عن B1 B2 B3 B4، عشان سيادتك تحسب لي الماتريكس الكبيرة اللي هي عبارة عن U1 tensor product U2، فبتتحسب كده ادي A1 A2 A3 A4 تنسور B1 B2 B3 B4. فالضرب بيكون كالآتي: سيادتك بتمسك الـ A1 وتضربها في الماتريكس دي كلها، ثم تمسك الـ A2 وتضربها في الماتريكس دي كلها، وبالتالي بيبقى عندنا حاجة بالشكل ده. المفروض الماتريكس اللي بتطلع هتطلع 4x4، لو دي ماتريكس 2x2 تنسور 2x2 فلازم الماتريكس تطلع 4x4. ليه؟ عشان السيستم بتاع الـ 2 كيوبيتس فيه 4 ستيتس، وبالتالي لازم الماتريكس تطلع 4x4 زي ما اتفقنا قبل كده. طيب هنا هيبقى شكلها عامله ازاي؟ سيادتك هتمسك الـ A1 تضربها في كل ده، فهتبقى A1 B1 A1 B2 A1 B3 و A1 B4، وهتمسك الـ A2 تتكرر نفس العملية: A2 B1 A2 B2 A2 B3 و A2 B4 A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3 B4. آخر واحدة اللي هي A4 B1 A4 B2
A4B3 و A4B4. كده انت سيادتك طلعت ماتريكس، الماتريكس دي بتوصف اللي حصل على السيستم كله مش اللي حصل على الانديفيديوال كيوبيتس. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده نجرب مع بعض جيت بسيطه ونشوف الكلام ده بيتم ازاي. تخيل كده ان انا كنا اخدنا كده اكزامبل على النوت جيت. النوت جيت دي ماتريكس زي ما اتفقنا كده 0 1 1 0، ودي المفروض انها بتقلب الستيت 0 لستيت 1 وستيت 1 لستيت 0. ايه اللي هيحصل او ايه شكل الاوبريتور لو انا عايز اطبق الاكس على الواير الاولاني وعايز اطبق كمان اكس على الواير الثاني؟ هنا ما انا ما يهمنيش الناتج، انا ما عنديش انبوت علشان اشوف الاوتبوت بتاعه، انا عايز اشوف ايه اللي حصل على السيستم كله. وبالتالي سيادتك هتقول لي ايه؟ هتقول لي الاوبريتور ده هو عباره عن اكس تنسور اكس اللي هي تبقى 0 1 1 0 تنسور 0 1 1 0. وبالتالي سيادتك تقدر تعرف الاوبريتور اللي اتطبق على التوكيو بيت شكله عامل ازاي. 0 في الكل هتبقى 4 اصفار، 1 في الكل هتبقى زي ما هي، 1 في الكل هتبقى زي ما هي، وهنا 4 اصفار. فده الماتريكس المعبره للكوانتم سيركت دي. طيب دلوقتي لو انا عندي كومباينيشن، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي سيركت بالشكل ده، عندي مثلا ابساي 1 وعندي ابساي 2، جيت هنا عايز اطبق يو 1 على الواير الاولاني، الواير الثاني ما طبقتش عليه حاجه، ثم عايز اطبق يو 2 على الواير الثاني، وفي نفس الوقت عايز اطبق يو 3 على الواير الثالث. وبالتالي هنا بدا يبقى عندي كوانتم سيركت. ايه الاوبريتور اللي بيأثر او بيطلع من الاوبريشن دي كلها؟ ما انت سيادتك الاول بتقسمهم ليفلز لايرز كده. اللاير ده لوحده سيادتك هتقول لي انا هنا ما طبقتش حاجه. طالما سيادتك هنا ما طبقتش حاجه فدي بالنسبه لنا حاجه اسمها الايدنتيتي جيت. حتى لو سيادتك ما طبقتش حاجه ماثيماتيكالي يو هاف تو منشن الاوبريشن اللي سيادتك عملتها على هذا الواير، فدي الايدنتيتي. اذا الواير الفاضي انا دايما هتخيل اللي هو الايه؟ هتخيل ان هو الايدنتيتي. وبالتالي اللي اتطبق هنا على الواير الاولاني يو 1 تنسور اي، اللي حصل على الواير الثاني هو يو 2 تنسور يو 3. دي كده جيت ودي كده جيت، والمفروض ان انا دلوقتي خلاص عندي السيستم ده هو اسمه ابساي، عايز اشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيطلع هنا من ابساي داش. فانت سيادتك هتقول لي هنا ابساي داش عباره عن ايه؟ ابساي داش عباره عن الاول كان سيادتك عندك ابساي، ودايما خد بالك ان الدايركشن بيبقى بالعكس، يعني في الكوانتم سيركت الاتجاه بيبقى كده، لكن الرايتنج في الايكويشنز بيبقى في الاتجاه ده. فانت سيادتك اول حاجه اتطبقت على الابساي هي يو 1 تنسور اي، تاني حاجة اتطبقت على السيستم هي يو 2 تنسور يو 3. الايكويشن دي المفروض انها بتمثل السيركت اللي احنا لسه كنا بنتفرج عليها دلوقتي. طيب تعالوا كده عايزين نتفرج على بعض الجيتس، يعني عايزين نبدا نشوف بقى ايه بعض الجيتس المشهورة كده عندنا في الكوانتم وتأثيرها ايه، ونشوف الاوتبوت وكل حاجة بتتحسب ازاي. الجيتس عندنا في الكوانتم تو بي كلاسيفايد باي ايتي سايز. يعني ايه؟ يعني انا في عندي جيتس بتطبق على السنجل كيوبيت، وفي عندي جيتس بتطبق على 2 كيوبيتس، وفي عندي جيتس بتطبق على 3 كيوبيتس، على حسب حجم الماتريكس اللي احنا بنتعامل معاه. تعالوا نبدا الاول نشتغل على سنجل كيوبيت، نقعد نتفرج عليهم كده ونشوف بعض الجيتس المشهوره ونشوف بنتعامل معاهم ازاي. السنجل كيوبيت زي ما اتفقنا بتبقى هي 2 باي 2 يونيتري ماتريكس، وبالتالي كل الجيتس هتاخد هذا الايه؟ هتاخد هذا الشكل، مثلا A1 A2 A3 A4. ايه عدد الجيتس
اللي هي حجمها 2 باي 2 وبتحقق لي شرط اليونيتري، العدد ده انفاينايت مش كده؟ احنا ممكن نكون عدد لا نهائي من الجيتس اللي بتحقق لي الشرط ده. ولكن في بعض الجيتس المشهورة اللي الناس اتفقت ان هي enough ان سيادتك تشتغل بيها، ومنها زي ما هنشوف اقدر اعمل جيتس تانية كتير. اشهر جيتس عندنا واحد هي الـ Identity Matrix او الـ Identity Gate، ودي اللي هي طبعا شكلها ايه، اللي هي شكلها 1 0 0 1. طالما سيادتك هتبدأ تتعامل مع الجيتس، فانت لازم سيادتك تعرف اكتر من شكل. احنا لما نيجي نتعامل مع الجيتس بنتعامل مع اشكال كتير قوي، منهم الماتريكس فورم اللي هو الشكل اللي سيادتك شايفه ده، ولكن في الاخر دي جيت زيها زي الاند زي الاور زي النوت زي اي جيت عندنا في الكلاسيكال كمبيوتر. وبالتالي انا عايز لها كمان حاجه اسمها الترو ستيبل، انا عايز اطلع لها ترو ستيبل عشان اقدر اعرف بالظبط الاوبريشنز بتاعتها ايه. فالترو ستيبل سيادتك بتعملها ازاي؟ ولا حاجه، زي ما بنعمل مثلا في النوت، زي ما بنعمل في اي اوبريشن عندنا في الكلاسيكال كمبيوتر. عايز الانبوت والاوتبوت. الانبوت احنا كلنا عارفين ان هو هيبقى يا صفر يا واحد، خلاص ده كده البوسيبل انبوتس اللي ممكن تدخل للجيت. ايه الاوتبوت؟ انت سيادتك عارف الايه، انت سيادتك عارف الايدنتيتي جيت، يبقى اكيد الاوتبوت بتاع الصفر هيفضل صفر والاوتبوت بتاع الواحد هيفضل واحد. فده كده شكل الترو ستيبل بتاع الايدنتيتي، it is trivial. ولكن كمان احنا محتاجين شكل اخر غير الترو ستيبل اسمه الدياجونال ريبريزنتيشن او الاوتر برودكت فورم بتاع الماتريكس. الاوتر برودكت فورم بنحسبه ازاي؟ في عندنا طريقه ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم عليها، طريقه ماثيماتيكالي ان احنا بنقعد نحسب الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتاعه الاوبريتور ده، وبالتالي بنطلع الدايجونال ريبريزنتيشن بتاعها. لكن احنا عايزين نتكلم دلوقتي على طريقه سريعه، طريقه بسيطه جدا اقدر اعرف الشكل عباره عن ايه. لو نفتكر كده من شويه كنا قلنا في المحاضره اللي فاتت، كنا قلنا ان المفروض الاوبريتور هو في الاساس اوتر برودكت، مش كده؟ ابساي داش وابساي، وقلنا ده كده بيبقى الاوتبوت وده بيبقى الانبوت. فده الشكل اللي قدامنا دلوقتي في ترو ستيبل. فانا عايز استغل الفيتشر دي ان انا اطلع الدايجنال ريبريزنتيشن بشكل بسيط. فهعمل ايه عشان احسب الدايجنال ريبريزنتيشن؟ ده الاوتبوت، يبقى ده موجود. الانبوت فين؟ ده الانبوت، وبالتالي انا همسك الانبوت واقلبه، يعني هجيب الصفر ده كده وهجيب الواحد ده كده. يبقى انا كاني بقول له كده، والله لو دخل لك انبوت صفر طلع لي اوتبوت صفر، ولو دخل لي انبوت واحد طلع لي اوتبوت واحد. وكل اللي سيادتك هتعمله ان سيادتك هتجمع الاوتر برودكتس دي مع بعضها، وبالتالي الدايجونال ريبريزنتيشن بتاع الاي هيبقى صفر صفر بلس واحد واحد. الشكل ده لو سيادتك فكيته هيرجع لك تاني الماتريكس بتاعتنا بالشكل ده. تعالوا نجرب كده. الصفر انت سيادتك عارف الفيكتور صفر اللي هو 1 0، وده اللي هو 1 0 بلس ده اللي هو 0 1 وده اللي هو 0 1. وبالتالي سيادتك لما تضرب الكلام ده مع بعضه هيطلع لك 1 0 0 0 بلس 0 0 0 1. لما تجمع ده هيطلع لك الايه؟ هيطلع لك الايدنتي. لازم سيادتك تبقى قادر انك تسويتش between the diagonal representation والtrue stable والidentity والmatrix form. التلات أشكال دول بنحتاجهم كتير جدا واحنا بنشتغل. طيب تعالوا نتفرج على جيت تانية ونبدأ برضو نكون لها التلات أشكال دي عشان نفهم القصة دي بشكل أحسن. لو أنا قلت لك تعالى عايزين نجرب الجيت التانية اللي عايزين نتعرف عليها، هي الـ X gate أو الـ NOT gate. الـ X gate أو الـ NOT gate اللي هي الـ NOT بتاعتنا كلاسيكالي، بس احنا اتفقنا ان شكلها كده 0 1 1 0. ده كده شكل الماتريكس. طيب انا عايز الترو ستيبل اطلعه ازاي؟
برضو ادي الانبوت وادي الاوتبوت. الانبوت هيبقى يا صفر يا واحد، الاوتبوت انا عارف ان النط الصفر تبقى واحد والواحد هتبقى صفر. وبالتالي لو انا دلوقتي عايز الدياجونال ريبريزنتيشن بتاعها، انا همسك مجموعه، لازم سيادتك في الحاله دي تكون مدخل لي اول بوسيبل انبوتس واول بوسيبل اوتبوتس، تقوم سيادتك تقدر تمسك الانبوت وتقلبه الناحيه الثانيه، وبالتالي سيادتك هتجيب لي كده الصفر هنا بالعكس، الواحد هنا بالعكس، وتجمعهم، وبالتالي الاكس جيت هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى شكلها كده، واحد صفر بلس صفر واحد. خلاص؟ عايزين نشوف تأثير الكلام ده ايه؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا عايز أشتغل بالشكل ده أو أنا عايز أشتغل بالشكل ده، هل هم لهم نفس التأثير ولا لأ؟ طب التاني برضه لو سيادتك فكيت الشكل ده هيرجع لك تاني الماتريكس، وبالتالي we should be able to transform الماتريكس للترو ستيبل للدياجونال، ومن الدياجونال أرجع تاني كلهم المفروض نفس الإيه؟ نفس الشيء. طيب ايه التأثير في الاوبريشن في الكالكوليشن؟ يعني انا قلت لك دلوقتي انا عايز الاكس عايز اطبقه على الصفر وعايز اشوف الكلام ده هيطلع واحد ولا لا. انا عارف ان الكلام ده المفروض يطلع واحد. لو انا هستخدم الماتريكس فورم فهيبقى الشكل هنشتغل كده، صفر واحد واحد صفر، والصفر اللي هو واحد صفر، فانت سيادتك سوري دي المفروض هي واحد ستيت. لما سيادتك تضرب الماتريكس دي في الفيكتور دي انت عارف، تعال نجرب كده، لو سيادتك حسبتها هتطلع صفر واحد، ده هو الصفر وده هو الواحد، اذا هي طبقت عملية النط بشكل مظبوط. طيب وهنا لو انا عايز بقى اشتغل على الشكل ده هل هيطلع لي نفس الناتج ولا لا؟ تعال نجرب كده، واحد صفر بلس صفر واحد، وعايز الكلام ده اطبقه على الصفر. زي ما اتفقنا ان انا لما يبقى في حاجه زي كده فانا همسك الصفر هوزعها على الاقواس بتاعتنا، وبالتالي الشكل الاخير هيبقى واحد صفر صفر بلس صفر واحد صفر. انت سيادتك عارف ان الناتج بتاع ده الانر برودكت بتاع ده هيطلع ايكوال صفر لان هما اورثوجونال على بعض، لكن الناتج بتاع ده هيبقى ايكوال واحد، وبالتالي ده كده هيروح وهيتفضل لسيادتك واحد اللي هو التأثير بتاع النط. طيب عايزين هنا ناخد بالنا بقى من حاجة عشان ايه نفهم ازاي نطلع الترو ستيبل من الماتريكس. الترو ستيبل ده سيادتك تقدر تقراها من الماتريكس دي بشكل بسيط قوي. ازاي؟ اي ماتريكس في الدنيا ولنفترض مثلا يو 1 A1 A2 A3 A4 بيبقى في عندي ستاندرد ان الفيكتور ده هو الاوتبوت لو الانبوت بتاع سيادتك صفر بالترتيب، وهنا الفيكتور ده بيبقى هو الاوتبوت لو الانبوت بتاع سيادتك واحد، وبالتالي الصفر والواحد دول بيبقوا ثابتين، هما دول الانبوت بتوع الترو ستيبل، لكن ده هو الفيكتور اللي هيطلع لو الانبوت بتاعك صفر، وده هو الفيكتور لو الانبوت بتاعك واحد. تعالى كده نجرب نشوف هل الكلام ده موجود في النوت ولا لا. يعني انا لو الانبوت بتاعي صفر الاوتبوت بتاعي هيبقى انهي ستيت؟ هيبقى الواحد، ده كده شكل الفيكتور بتاع الواحد. طب لو الانبوت واحد الاوتبوت هيبقى انهي فيكتور؟ هيبقى الفيكتور بتاع الصفر، وبالتالي انت ساعتها تقدر تقرا على طول الترو ستيبل من الماتريكس اللي عندنا. يعني نفس الكلام ده هل كان مطبق مثلا على الايدنتيتي؟ تعالوا نجرب. هنا الايدنتيتي كانت 1 0 0 1، بقول كده والله لو الانبوت صفر ده ثابت الاوتبوت هيبقى ايه؟ هيبقى صفر برضو. طب ولو الانبوت 1 الاوتبوت هيبقى ايه؟ هيبقى 1 برضو، وهكذا. وبالتالي انت سيادتك تقدر تطلع على طول الترو ستيبل من الماتريكس، ومن الترو ستيبل سيادتك تطلع الدايجونال ريبريزنتيشن وترجع تاني ترجعها للجيت زي ما انت عايز. كل دي الريبريزنتيشنز هتبقى مهمه خلال عمليه الكوانتم كومبيتيشن. في برضه من الجيتس المشهوره في عندنا حاجه اسمها الباولي واي جيت. الباولي واي جيت عباره عن ايه؟ عباره عن ماتريكس متعرفه بالشكل ده، صفر ماينس اي اي صفر.
الاي هنا اللي هي الكومبلكس نمبر، الاي هنا هي الكومبلكس نمبر اللي هي جذر ناقص واحد. طيب لو انا اديتك ماتريكس او اي ماتريكس، انت تقدر بعد كده تتصرف مع اي ماتريكس، لكن دي بعض الجيتس المشهوره. لو قلت لك لو سمحت عايز الترو ستيبل بتاعتها، سيادتك هتعمل ايه؟ برضه سيادتك هتقول لي ايه اللي والله الترو ستيبل انبوت اوتبوت، الانبوت ده ثابت صفر او واحد. طيب ايه الفيكتور اللي هيطلع لو الانبوت صفر؟ فده كده يعني ما عادش ايه، ما عادش فيكتور من الفيكتورز اللي احنا عارفينه. طيب انا دلوقتي لو عندي فيكتور بالشكل ده، هل اقدر احوله بشكل ما للفيكتورز اللي احنا عارفينه بتوع صفر وواحد؟ فسيادتك هتقول لي اه انا ممكن اعمل ده كده اي صفر واحد، وبالتالي الفيكتور اللي طلع دايما احنا بنحاول نطلع الاوتبوت ان ترمز اوف الفيكتورز اللي احنا نعرفها اللي هي الستاندرد فيكتورز بتاعه الصفر والواحد، وبالتالي الشكل ده سيادتك هتقول لي ايه؟ اه ده هنا في عندي اي واحد، اي واحد. طيب ايه الفيكتور اللي هيطلع لو الانبوت بتاعي واحد؟ هيبقى بنفس الشكل، هيبقى ماينس اي صفر، مش كده؟ لان الفيكتور ده اللي هو ماينس اي صفر، لو انا خدت الماينس اي بره فهتبقى ماينس اي واحد صفر، فهتبقى ماينس اي، وده الفيكتور بتاع الصفر، هتبقى كده. كده انا بدأ يظهر لي نوع جديد من اللوجيك ما كانش موجود عندي في الكلاسيكال كومبيتيشن. اللوجيك في الكلاسيكال كومبيتيشن كان بيعتمد ان الصفر بيتقلب واحد والواحد بيتقلب صفر. لا، ده انا عندي هنا دلوقتي لوجيك بيعتمد على مش مجرد ان انا الصفر اتقلب واحد او الواحد اتقلب صفر، لا كمان بقى فيه تشينج في الامبليتيود او في الفيز بتاعت الكيوبيتس، الكومبلكس نمبر اللي جنب الرقم في حد ذاته ده هيبقى بالنسبه لي لوجيك جديد. وبالتالي ده شكل الترو ستيبل بتاع الاي، الصفر هتتقلب واحد بس معاها اي، ولو افتكر الاي دي اللي هي اي اس اي باي اللي هي هتبقى روتيشن داخل البلوك سفير بشكل ما، والاي الواحد هتبقى ماينس اي صفر، دي كده الايه الاوت. طيب لو قلت لك انا عايز دلوقتي الدايجونال ريبريزنتيشن بتاعها، سيادتك هتعمله ازاي؟ سيادتك هتقول لي كالاتي، بنفس الشكل هجيب الانبوت بالعكس واجمع، فسيادتك هتقول لي كده ماينس اي سوري بلس اي دي بلس اي واحد صفر ماينس اي صفر واحد. تاني ده شكل الايه؟ ده شكل الدايجونال ريبريزنتيشن، برضو لو سيادتك حبيت ان انت ترجعه هنا هيرجع بنفس الشكل. طيب من الجيتس المشهوره برضو في عندنا حاجه اسمها الزد جيت. الزد جيت بتشتغل ازاي؟ تعريف الزد جيت كالاتي، دي بنسميها الباولي زد جيت، بتبقى التعريف بتاعها واحد صفر صفر ناقص واحد. لو قلت لك برضو عايزين الترو ستيبل بتوعها، فسيادتك هتقول ايه؟ خلاص اللي اعتقد اللعبه بقت ايه؟ بقت سهله، ادي الصفر وادي الواحد، يبقى انا لو دخلت صفر هيطلع لي صفر زي ما هو، ولو دخلت له انبوت واحد هيطلع لي ناقص واحد. ده كل اللوجيك اللي موجود في الزد جيت، دي بتعمل حاجه اسمها فيز شيفت لو اللي باي ماينس 1، لو كانت الستيت بواحد، لو كانت الستيت بصفر، ما بتغيرش فيها بحاجه. ده نوع جديد من انواع اللوجيك عايزين نبدا نتعامل معاه ونفهمه. القصه ما عادتش فقط في الستيت في الانبوت في الصفر وفي الواحد، ولكن كمان بقت في الامبليتيودز بتاعه الفيكتور نفسه. طيب ده الدايجونال ريبريزنتيشن بتاعته ازاي؟ خلاص بالمثل بقى، هقلب الانبوت اوتبوت واطلع الاوتر برودكت واجمع، وبالتالي الزد هتبقى صفر صفر ماينس 1 1. خلاص. برضو من الجيتس المشهوره اللي سيادتك لازم تعرفها حاجه اسمها الهادمارد جيت، ودي ليها يعني سبيشال امبورتنس كده زي ما نشوف دلوقتي، بس سيادتك لازم تبقى عارف الجيت دي كويس قوي. في عندنا
الهادمارت جيت. الهادمارت جيت هي جيت بالشكل ده 1 over square root 2 واحد 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 ناقص واحد. ده شكل التعريف بتاع الجيت. لو سيادتك يعني حابب كده تتأكد اضرب الماتريكس دي في نفسها او اضربها في الكومبلكس كونجكت ترانسوز بتاعها، لازم هتدي لك الايه، لازم هتدي لك الايدنتيتي. طيب نطلع تروث تيبل بتاعها ازاي؟ دي اول حاجة برضو لو انا عايز انبوت صفر ولو انا عايز انبوت واحد، ده كده الانبوت وهنا ده الاوتبوت. طيب تعالوا نفكر كده، والله لو الانبوت صفر انا بقيت شايف الايه، انا بقيت شايف ان ده الفيكتور اللي هيطلع، بس ما تنساش ان في 1 اوفر سكوير روت 2 بره. طيب ال 1 اوفر سكوير روت 2 دي يعني هذا الفيكتور ازاي امثله على شكل الجيت الستيتس اللي انا اعرفها اللي هي الستاندرد بتاعتي اللي هي الصفر والواحد. فسيادتك تقعد تفكر كده يو هاف تو شو الصفر والواحد بشكل ما. فسيادتك هتقول لي ايه؟ طب ما هو الكلام ده هو 1 اوفر سكوير روت 2 1 0 بلس 0 1 مش كده؟ وبالتالي سيادتك هتقول لي ايه؟ ده كده اللي هو الصفر وده كده اللي هو الواحد. وبالتالي انت سيادتك بقيت شايف دلوقتي ان لو الانبوت صفر الاوتبوت هيبقى بالشكل ده 1 اوفر سكوير روت 2 0 زائد 1. بالمثل لو سيادتك حبيت ان انت تطلع الكلام ده بنفس الشكل ده هيبقى بس في اشاره هنا ايه؟ في اشاره ماينس، هتبقى 1 ماينس 1 الماينس هتبقى مع ده، فالاوتبوت في هذه الحاله هيبقى 1 اوفر سكوير روت 2 0 ناقص 1. وبالتالي الهادمارت جيت لو انا عايز امثل هادمارت جيت الاوتر برودكت بتاعها فهيبقى بنفس الشكل، امسك الانبوت اقلبه وابدا اجمع الاوتر برودكت فوق. فالدايجونال ريبريزنتيشن بتاعها هيبقى 1 اوفر سكوير روت 2 0 زائد 1 وهنا 0 بالعكس بلس 1 اوفر سكوير روت 2 0 ناقص 1 وهنا العكس 1. لو انت سيادتك عايز تتفرج عليها يعني في الشكل العام بتاعها، انت سيادتك ممكن توزع الصفر دي على الاقواس وتوزع الواحد دي على الاقواس، وبالتالي الشكل هيبقى عامل كده 1 اوفر سكوير روت 2 0 0 بلس، طبعا في 1 اوفر سكوير روت 2 على الكل فهتبقى 0 0 1 0 بلس 0 1 ماينس 1 1. طيب الجيت دي is very important. ليه؟ لان هي بتعمل لي حاجه مهمه جدا عندنا في الكوانتم كومبيتيشن، بتخلي الكوانتم كومبيتيشن يونيك، بتتميز عن الكلاسيكال كومبيتيشن. ايه الحاجه المهمه اللي هي بتعملها؟ ان انا لو قلت لسيادتك دلوقتي according للترو ستيبل ده لو انا دخلت انبوت صفر ودخلته على الهادمارت جيت ايه اللي هيطلع؟ اللي هيطلع 1 اوفر سكوير روت 2 0 زائد 1. طيب قبل ما سيادتك تطبق الهادمارت، وات از probability ان السيستم ده يبقى في الستيت صفر؟ فسيادتك هتقول لي 1. دي تعتبر شكل من اشكال الكلاسيكال داتا، ما عنديش ايه؟ ما عنديش سوبر بوزيشن باي شكل كان، هي ستيت واحده وبالتالي probability بتاعتها بواحد. لكن بعد ما سيادتك تطبق الهادمارت تاني لو قلت لك ايه البروبابيلتي بتاعت الستيت صفر في هذه الحاله؟ فسيادتك هتقول لي البروبابيلتي احنا عارفين اللي هي السكوير روت اوف ذا امبليتيود. طيب هنا الصفر دي الامبليتيود بتاعتها 1 اوفر سكوير روت 2 وهي كمان 1 اوفر سكوير روت 2 على الواحد. البروبابيلتي بتاعت صفر في هذه الحاله هتبقى نص، البروبابيلتي بتاعت واحد هتبقى نص. النص في هذه الحاله بيقول لك ان سيادتك عندك كومبليت سوبر بوزيشن، في سوبر بوزيشن ما بين الصفر والواحد تم انشاؤه من خلال الاوبريتور البسيطه دي، ما هوش سوبر بوزيشن طبيعي، ده احنا بنسميه حاجه اسمها بيرفكت سوبر بوزيشن، لان البروبابيلتي بتاعت صفر والواحد بالظبط 50% 50%. وبالتالي لو سيادتك انت دلوقتي عملت ميجرمنت على دي فهيطلع لك 50% صفر او 50% واحد بشكل دقيق. لكن الغريب كمان في الجيت دي
ان انت خلاص يعني انت دلوقتي لو انا عندي الكيوبيت دي انا ما اقدرش اعرف هي صفر ولا واحد، 50% 50% بالظبط. لكن الريفرسيبيليتي تقول لي حاجه ظريفه قوي، ايه اللي هيحصل لو سيادتك طبقت هاد مرة تاني؟ اه الريفرسيبيليتي بتقول لي ان انا ارجع تاني للصفر. نفس القصه لو سيادتك عندك واحد وطبقت عليه هاد مرة، فهيطلع لسيادتك برضو بيرفكت سوبر بوزيشن صفر ناقص واحد. برضو البروبابيلتي بتاعت صفر هنا 50%، البروبابيلتي بتاعت الواحد 50%، ولكن هنا في اشاره للستيت واحد، الاشاره دي مش هتاثر على البروبابيلتي لان هي هتبقى 1 اوفر سكوير ماينس 1 اوفر سكوير روت 2 سكوير، وبالتالي برضو هتطلع نص. وبالتالي لو انا اديتك الستيت دي والستيت دي وقلت لك اعمل لي ميجرمنت، فهيطلع لك في الحالتين صفر بنسبه 50%، واحد بنسبه 50%. You will not be able to distinguish، تفرق هما دول كان اصلهم ايه، الا لو سيادتك طبقت هادمارد تاني. لو سيادتك طبقت هادمارد تاني، الهادمارد بس هي الجيت الوحيده اللي تقدر تعرف اصلها كان ايه بالظبط. لكن هما في الحاله دي ده كان بالنسبه لنا ايه، اكنه زي سيكريت كده، انا ما اقدرش اعرف من خلال الميجرمنت بس اقدر اعرف اصلها ايه، لازم اطبق هادمارد عشان اعرف هي كان اصلها صفر او كان اصلها واحد. Actually ده الجيت اللي احنا هنستخدمها بعد كده عشان اعمل موضوع الكوانتم باراليزم. اخر حاجه بس عايزين نتكلم عليها النهارده، لو انا عندي بقى جيت كومباينيشن اوف جيتس، يعني في عندي كده شويه ايه، شويه جيتس في السيركت وعايز اشوف ايه اللي هيحصل فيهم. يعني تخيل كده لو انا عندي الاتي ابساي 1 ابساي 2، لو انا قلت لك انا عايز اطبق هنا اكس وعايز اطبق هنا اتش وعايز اطبق هنا مثلا زد، وعايز ارجع مش عايز اطبق حاجه على هنا، وبعد كده عايز اطبق هنا على الجيت دي مثلا واي، وعايز اطبق على هنا مثلا اكس تاني. شكل السيركت، شكل الاوبريشن اللي حصلت على السيركت كلها ايه؟ ده اللي احنا عايزين ايه؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه دلوقتي مع بعض. طيب تعالوا نجرب. احنا زي ما اتفقنا المفروض ان انا هقسم السيركت بتاعتي للاير واشوف كل لاير على حده ايه الاوبريشنز اللي تمت فيه. فاللاير الاولاني هيبقى اكس تنسور اتش، اللاير الثاني اللي هي هتبقى زد تنسور اي، اللاير الثالث اللي هي هتبقى واي تنسور اكس. وبالتالي لو انا قلت لك ده سيستم، انا عايز اشوف ايه اللي حصل على السيستم كله از ان اوتبوت. فزي ما اتفقنا سيادتك هتقول لي كده ان الابساي داش هي عباره عن ايه، هي عباره عن واي تنسور اكس مضروبه في زد تنسور اي مضروبه في اكس تنسور اتش، الكلام ده كله هيتضرب في الابساي. طيب انا عايز اشوف اي واحده من دول، ما خلاص دي في الاخر هتتحول الى ماتريكس، هتتحول الى ماتريكس، هتتحول الى ماتريكس. لكن انا عايز ادرس مثلا الترو ستيبل بتاع دي لوحدها، او الترو ستيبل بتاع الاثنين دول مع بعض، او الترو ستيبل بتاع السيستم كله. عايز اشوف ايه الاوبريشن من ناحيه بقى الكمبيوتر ساينس، عايز اعرف ايه الاوبريشنز اللي حصلت على الكوانتم داتا اللي دخلت هنا. فتعالوا مثلا نجرب، لو انا عايز مثلا اجرب الاكس تنسور اتش، فالاكس تنسور اتش از ان اوبريتور، لازم ارجع تاني دلوقتي للاوبريتور الاكس تنسور اتش دي عباره عن ايه. فالاكس اللي هي 0 1 1 0 تنسور اتش اللي هي 1 اوفر سكوير روت 2 1 1 1 ناقص 1. لما سيادتك تضرب ال 2 جيتس دول مع بعض، فسيادتك هتقول لي 0، يبقى في عندي هنا 4 اصفار، هنا هيبقى في عندي 1 اوفر سكوير روت 2 1 اوفر سكوير روت 2، وعندي هنا الواحد مع الكل هتبقى بنفس الشكل 1 اوفر سكوير روت 2، وهنا صفر، ففي عندي هنا 4 اصفار. طيب ده كده شكل الماتريكس اللي طلعت لي. فممكن يعني ايه نبسطها كده وناخد ال 1 اوفر سكوير روت 2 بره، وبالتالي الشكل الاخير عندي هيبقى بالشكل ده. طيب
ايه ترو ستيبل؟ نبدأ نفكر بقى ايه ترو ستيبل. سيادتك هتقولي الترو ستيبل هنا اجيبه ازاي؟ هو اللي خد بالك انت دلوقتي بتتكلم على 2 كيوبيتس، وبالتالي ترو ستيبل المتوقع في هذه الحالة، تعالى كده من ايه نخلي بس الجيت كده قدامنا شوية. الترو ستيبل في هذه الحالة ان سيادتك عايز تقولي كده الترو ستيبل طالما انا بتكلم على 2 كيوبيتس فالانبوت هيبقوا كل البوسيبل ستيتس من الاثنين كيوبيتس، والاوتبوت هو كل البوسيبل ستيتس كل اللي هيطلع بناء على الماتريكس دي. فالانبوت عندي هنا بقى 0 0 0 1 1 0 و1 1. طيب ده مكان ال 0 0، وده مكان ال 0 1، وده مكان الواحد صفر، وده مكان الواحد واحد. دول ستاندرد، ولكن الاوتبوت فيكتور ده اللي ممكن يختلف من ايه من جيت لجيت. طيب الفيكتور ده عباره عن ايه؟ سيادتك هتقول لي احنا عارفين دلوقتي لو تفتكر كده ان الصفر صفر كان واحد تلات اصفار، الصفر واحد كان صفر واحد صفر صفر وهكذا، وبالتالي دي الفيكتور ده مين اللي متواجد فيه؟ اللي متواجد فيه واحد صفر واحد واحد، بس ما تنساش ده. فانت سيادتك هتقولي كده الاوتبوت هو 1 اوفر سكوير روت 2 واحد صفر بلس واحد واحد. ليه؟ فكركم كده ان الواحد صفر الفيكتور بتاعه كان صفر صفر واحد صفر، الواحد واحد الفيكتور بتاعه كان صفر 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 واحد، مش كده؟ وبالتالي ده كده هيبقى الاوتبوت فيكتور لو الانبوت صفر صفر. طيب ايه الاوتبوت فيكتور لو الانبوت صفر واحد؟ فسيادتك هتقول لي كده برضو دي هتبقى 1 اوفر سكوير روت 2 واحد صفر ماينس واحد واحد. هنا ايه الاوتبوت فيكتور لو الانبوت بتاعنا واحد صفر؟ فسيادتك هتقول لي صفر صفر بلس صفر واحد، 1 اوفر سكوير روت 2 صفر صفر بلس صفر واحد. What is the output vector لو الانبوت بتاعي واحد واحد؟ برضو بنفس الشكل 1 over square root 2 هتبقى صفر صفر ناقص واحد واحد. تاني سيادتك كده هنا قدرت تطلع ال true stable. سيادتك حابب تطلع ال diagonal representation؟ خدوا بالكم احنا كل ده احنا بنحسب لمين؟ احنا بنحسب لل x tensor h فقط. يعني نرجع تاني للاكزامبل بتاعنا، احنا بنحسب بس لل x tensor h، وبالتالي لو سيادتك عايز تجيب للسيستم كله، وانا سيبها لكم بقى از هوم ورك كده، سيادتك عايز تجيب السيستم كله هتطلع لي الماتريكس بتاع دي لوحدها، هتطلع لي الماتريكس بتاع دي لوحدها، هتطلع لي الماتريكس بتاع دي لوحدها، وسيادتك هتضرب الثلاثه في بعض وهيطلع لك ماتريكس واحده. الماتريكس الواحده سيادتك هتطبق عليها نفس الخطوات اللي احنا عملناها هنا، ان لو والله لو الانبوت صفر صفر ده هيطلع فيكتور، ده هيطلع فيكتور، ده هيطلع فيكتور، وبالتالي سيادتك تقدر تطلع الترو ستيبل منه. طيب الدايجنال ريبريزنتيشن هطلعه ازاي؟ الدايجنال ريبريزنتيشن بتاع الاكس تنسور اتش لوحده ده هيبقى ايه؟ بنفس الشكل سيادتك هتمسك ده وتقلبه، وبالتالي يطلع لسيادتك الايه؟ يطلع لسيادتك هنعمل بس ايه؟ واحده منهم او اتنين منهم وانت ممكن تكمل الباقي. هنا هتبقى واحد صفر زائد واحد واحد صفر صفر، يبقى دي كده اول واحده. بلس هنا 1 اوفر سكوير روت 2 واحد صفر ناقص واحد واحد، وهنا الفيكتور الايه؟ الفيكتور العكسي بتاعهم بس. وسيادتك تقدر تكمل الايه؟ تكمل الموضوع بالشكل ده. طيب هنتوقف على عند هذه النقطة إن شاء الله النهاردة. اخر بس عايزين حاجه نقولها، عايزين نشوف بعض الايدنتيتيز البسيطه، يعني مش هناخد حاجه جديده، عايز بس افرجكم على حاجه ظريفه كده بنحتاجها عندنا في الكوانتم سيركس بشكل كبير قوي. في عندنا حاجه اسمها الايدنتيتيز او الجيت ايدنتيتيز. دي بتبقى مهمه جدا واحنا بنعمل الكوانتم سيركتس عشان ابسط، احاول ابسط الجيتس على قد ما اقدر. ان انا كلنا عارفين ان سيادتك لو ضربت الاكس المفروض ان احنا دلوقتي نقدر نثبتها، حتى لو سيادتك ضربت الاكس في نفسها
فدي هتطلع الايدنتيتي. ونفس الكلام لو ضربت الواي في نفسها او ضربت الزد في نفسها او ضربت الهادمرد في نفسه، كل الجيتس اللي احنا اتكلمنا عليها دي لو ضربتها في نفسها بيكوز اوف ريفرسبيليتي هتطلع ايدنتيتي. لكن من الحاجات الظريفه كمان ان سيادتك لو مسكت الاكس الاتش اكس اتش، الكلام ده لو ضربته ببعضه هتلاقيها نفس الزد جيت. الكلام ده معناه ايه؟ ان سيادتك لو عندك سيركت، السيركت دي سيادتك الاول طبقت اتش وطبقت اكس ورجعت طبقت اتش تاني، فسيادتك ممكن بدل ما تروح تشتري 3 جيتس وتوصلهم مع بعض عشان تكون السيركت، لا انت سيادتك ممكن تشيل دول كلهم وتحط مكانهم زيت جيت بس. دي معنى الايدنز اللي احنا بنتكلم عليها. فدي بتساعدني كتير جدا في عمليه الاوبتمايزيشن بتاعت الكوانتم سيركت عشان اقلل الكوست واقلل عدد الجيتس اللي موجوده. في كمان عندي مثلا بعض الايدنتس الثانيه بقى اتش واي اتش، دي بتبقى ماينس واي. انت تقولي ايه هي الماينس واي؟ الماينس واي دي حاجه اسمها جلوبال فيز شيفت. لما سيادتك تلاقي في رقم جنب الماتريكس اي رقم، فده عباره عن اقدر امثله على شكل اي اس اي الفا. اي اس اي الفا كفاكتور هو في الاخر عباره عن ماتريكس. الماتريكس دي احنا بس هنمثلها كده فور شورت، يعني عباره عن اي اس اي الفا مضروبه في الايدنتيتي. وبالتالي لو سيادتك شفت اي فاكتور دلوقتي موجود جنب اي واحده من دول فتعرف ان هي اصلها واخد الشكل ده، فدي بتبقى موجوده مضروبه دايما في ايدنتيتي. يعني مثلا لو انا قلت لك كده ان الواي انا اقدر امثلها على شكل اي اكس زد، ده كده انذر ايدنتيتي. الجيت دي عباره عن ايه؟ الجيت دي عباره عن اي ذا بار اي باي اوفر 2 اكس زد، دي اللي هي تدي لك الاي دي لوحدها اللي هي اوبريتور بهذا اللي هي اوبريتور بهذا الشكل. طب بس طبعا مكان الالفا هتبقى باي اوفر 2. في عندنا برضو من الايدنتيتيز المشهوره ال اتش زد اتش، لو ضربت اتش مالتبلايد باي زد مالتبلايد باي اتش ترجع لك تاني الاكس، لو سيادتك ضربت الاكس مالتبلايد باي واي هي ماينس واي اكس هي اي زد. الماينس والاي دول برضو جايين من الاوبريتور ده. لو سيادتك ضربت الزد في الاكس هي ماينس اكس زد هي اي واي، وكمان واي زد ايكوال ماينس زد واي ايكوال اي اكس. ودي كده اشهر اشهر الاوبريتورز او اشهر الايدنتيز اللي احنا عايزين نعمل. سيادتك يو كان فيريفاي اي واحده من دول عن طريق ضرب مباشر للماتريسيز اللي احنا قلنا عليهم. بس هنا تاني سيادتك هتضرب دي الاكس والواي معروفه، هنا هتضرب هنا هتضرب دي، ان سيادتك هتضرب الماتريكس اي صفر صفر اي، وسيادتك هتضربها في الزد اللي هي واحد صفر صفر ناقص واحد. لما سيادتك تضرب الاثنين دول مع بعض هتلاقيهم نفس حاصل ضرب اللي هنا. هنا هتبقى الايدنتيتي بس في واحد في الايه ماينس 1 في الدايجونال بهذا الشكل. تمام؟ عايزين بس نتوقف عند هذا عند هذا الحد، وان شاء الله المره الجايه نكمل المحاضره باذن الله. شكرا جزيلا.